الله. كان علما من أعلام الحديث، بل قال شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: لا يوجد من له إلمام بالمخطوطات إلا ثلاثة أشخاص. ذكر منهم شخصان قد توفاهما الله، وبقي شيخنا الشيخ وخبزة آخرهم. فلذلك ابن كثير عندما دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله في جبينه وبكى وقال له: مت ولم تترك ولدا يدعو لك، لكنك تركت أمة تدعو لك، لكنك تركت أمة تدعو لك. ولذلك شيخنا رحمه الله تعالى كان علم من الأعلام، وكان نفاعا ينفع الأمة. ما في أحد من الدكاترة ولا من العلماء ولا من المحدثين إلا ويتصل بشيخنا يطلعه على المخطوطات، وما نهر ولا كهر ولا قهر أحدا رحمه الله تعالى. ويكفي أنه كان دائما صامدا في كلمته. وتعلمون أن عندما أصدرنا الفتوى التي وقعها 16 عالما، وبعضهم تحت تهديد الوزير الهالك، تحت التهديد تنازلوا على الفتوى، لكن شيخنا جاءه الناظر وجاءه بعض المشايخ وطلبوا منه أن يتنازل حتى يبقى له كرسي الوعظ، فقال كلمته المشهورة: وقالوا ضحك عليك الحدوشي. فقال: أنتم أيضا عليكم أن تأتوا بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة واضحكوا علي. فقالوا: إذن التنازل على ماذا؟ التنازل على الكرسي. فقال: لا أتنازل عن دين الله عز وجل. وبقي نيف وستين سنة وهو على كرسي مسجد العيون يعظ هناك. وكان دائما كما تعلمون يدافع عن العقيدة ويذب عن السنة ويقمع البدع والمبتدعة، ومع ذلك ما تنازل ولا كان عالم دولة ولا كان عالم أمة، بل كان عالم ملة. لأنه لو كان عالم دولة لكان يقول ما يرضي الدولة، ولو كان عالم أمة لكان يقول ما يرضي الأمة، ولكنه كان عالم ملة يقول ما يرضي الله تعالى، يقول ما يرضي الله تعالى. فهو شيخ شيخه الزمان وشيخه القرآن، ولم يشيخه السلطان ولم يشيخه الشيطان. إذن عندما يموت مثل هذا العالم، عندما يموت مثل هذا العالم، إذن هذه ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، ثلمة عظيمة في الحقيقة. هذه الواقعة كانت صدمة وكانت صاعقة كبيرة نزلت علينا، ولكن لعلها رحمة وابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشيخ محمد أبو أويس بخبزة العمراني الذي ينتسب إلى يعني تشار ديال غبالو بن عروس، لم نعلمه هنا في تطوان إلا مبلغا ومحققا ومدققا، حيث كنا في طفولتنا نذهب إلى مسجد بحي العيون فكان يعطي هناك دروس تفاسير، وكان كذلك الحديث يعني لا يضاهيه أحد. نعترف لهذا الشيخ بأنه بلغ وكفى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا أبو أويس يا أبو خبزة لمحزونون. وما زلت أتذكر حينما كنت أتقي به أقول له: ادعو معي يا شيخ، فيقول لك: إن شاء الله بحسن الخاتمة والهداية. كان زاهدا وكان متواضعا وكان ذو حكمة باهرة ليست لها مثيل، حيث أنه كان دائما يبادر للتواصل مع طلبته لكي لا ينتكسوا، فكان دائما المتابعة مع طلابه، طلاب العلم الشرعي يعني الرسميون والغير رسميون، وكانت بابه مفتوحة لجميع الطلبة وجميع يعني الأشخاص. مع العلم بأن هذا الشيخ كما نعلم أنه يعني من مواليد مدينة تطوان، ونحن نفتخر به، كفانا أن نكون من مدينة أنجبت
الشيخ محمد بوخبزة، والذي كنت ألتقي هنا في تطوان منذ أكثر من 20 سنة، وقد عرفته تقريبا 3 عقود وأنا الآن في عمري 40 سنة. فواحد النهار قلت له أنا يعني مشيت وبدلت الدومين، يعني درس حاجة أخرى ديال العلم وكذا، قال لي ما تنساش العلم الشرعي يا عصام. فكان دائما باله مع الله عز وجل ومع التبليغ ومع، يعني والله لا أستطيع أن أكمل الحديث، رحمه الله وجعله في الفردوس الأعلى، وجعله من المبشرين، وجعله مع الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء، وحسن أولئك مرتفقا. وأستغفر الله إن كان هناك سهو أو خطأ. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.